مرحبا شباب. فيديو اليوم هو عن اصعب تمرين واكثر تمرين انا احبه واللي هو الديدليفت. الديدليفت هو اصعب تمرين ممكن تاخذه، هو اصعب من السكوات، اصعب من البنش بريس. ليش؟ لان السكوات والبنش بريس ممكن انزل للنص واقول عندي نصفي، بينما الديدليفت لو تصعد كامل لو ما تصعد كامل. نفس الوقت السكوات يقدر احد يساعدني، البنش بريس يقدر احد يساعدني، بس الديدليفت ماكو احد، وحتى اذا ردت احد يساعدني فلازم واحد منا واحد منا انا. فهذا التمرين هو اصعب تمرين ممكن تاخذه، بس اكيد تمرين بهذا الصعوبه راح يكون نتائجه كلش حلوه. هذا التمرين هو الخط الفاصل بين الشخص الهاوي والشخص المعترف. التمرين راح يقلب جسمك، يعني جسمك قبل الديدليفت شي وجسمك بعد الديدليفت شي. الديدليفت هو تمرين من تمارين القوه البدنيه اللي هي ثلاثه، سكوات بنش بريس وديدليفت. فهو تمرين مو كمال الاجسام، تمرين من تمارين القوه البدنيه. بما انه تمرين من تمارين القوه البدنيه اذا راح يقوي الجهاز العصبي المركزي. ليش؟ لانه انا استخدم تقريبا 90% من عضلات جسمي. فبما انه هو تمرين بهذا الصعوبه وبهذا الحجم الكبير راح يقوي الجهاز العصبي المركزي مالتي. من يقوى الجهاز العصبي المركزي مالتي اذا دفعي بالتراي راح يصير اقوى، سحبي بالبايسبس راح يكون اقوى، الصدر راح ابدي ادفع به. ليش؟ لانه الجهاز العصبي بشكل عام قوه عندي. عدا هذا، بما انه احنا بدنا نشتغل على عضلات كبار اللي هي الرجل والظهر، اذا راح تزيد نسبه افراز الهرمون بالجسم، تستوستيرون، جروث هرمون، كل هاي الهرمونات راح يزيد. ليش؟ الجسم مجبور يفرز هاي الهرمونات حتى يواكب صعوبه هذا التمرين، يواكب الضرر الهائل اللي صار عليه. فحتى لا اشوقكم بعد، خلينا نطب على الديد ليفت نفسخه ونعرف شلون ناخذه، لان هذا التمرين العالم ما تاخذه لانه تقول خطر، وطبعا اكيد هو بنسبه خطوره اذا ما كنت تعرف شلون تاخذه. فاليوم راح ناخذه حركه حركه حتى نبدا ناخذ التمرين ونستفاد من نتائجه. الديد ليفت هو تمرين ذهني اكثر مما هو تمرين جسدي. يعني شنو؟ يعني راح يحتاج منك تكون مركز خلال الحركه كلها، يحتاج منك تركيز عالي، يعني من تلزم البار بعد خلاص ماكو لواعي بالقاعه، ماكو مدربين بالقاعه، انت والوزن وبس. وبنفس الوقت لازم يكون عندك ماكو ذره شك بانه ها خاف الوزن عالي، اخاف ما اقدر اشيله. اذا بس خفت شوي انا اقول لك لا تجي على البار، اصلا لا تلزم البار، لان ما راح تشيله. وهاي التركيز مالتك راح يفرق من تبدي تصعد الاوزان العاليه شويه. وراح تفرق عندك حتى تكسر وزن، تحتاج هذا كلش يكون مركز وبالك يكون قوي حيل. فقبل اصلا لا تجي على الديد ليفت انت تكون بغير مكان، دا تحضر بالك، تشجع نفسك، دا تروح للمنطقه اللي من رحت لها بعد ها هي راح انطي 100% من جسمي. نجي الديد ليفت هو جزئين، دفع وسحب. دفع يكون بالرجل وسحب يكون بالظهر، تمام؟ فبما انه انت دا تستخدم عضلتين اذا راح اوزانك راح تصعد. نجي هسه عاد راح ناخذ حركه حركه. دائما 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 الحذاء ينزع. ليش الحذاء ينزع؟ لانه اريد اكون ويا القاع، اريد اكون قريب على القاع حيل. ليش؟ بشكل عام دماغ راح يقول اوكي اني مستقر حيل، اني ستيبل اكثر، اذا راح انطي دفع اكثر. تخيل نفسك تريد تتمرن على طوب او تتمرن على فد شيء مايل، بما انه انت القاع مالتك ما مستقره اذا جسمك ما راح يقدر ينطيك الاداء الكامل. فدائما الحذاء ينزع لانه بعض الاحذيه تكون بها الكعب مالتها عالي، شوية من الاستعمال مال الحذاء راح يبدي يسوف هيك او هيك، فدائما الحذاء ينزع حتى تكون انت مستقر اكثر. نجي عرض الرجل مالتي، ايش قد افتح رجلي؟ بما انه هو الديد ليفت اعتيادي اذا فتحه رجلك راح تكون بعرض وركك. او شلون عرض وركك؟ طبعا هو الديد ليفت يختلف من كل شخص لشخص لانه تركيبه جسمنا تختلف، يعتمد على طول الايد، يعتمد على طول الرجل، طول الجذع، هاي كلها امور انه تاثر على الموضوع. فمن خلال الممارسه راح تبدي تعرف ايش قد تفتح رجلك، بس كقاعده عامه تخيل نفسك تريد تقمز. راح تقمز بهالعرض هذا؟ لا، ما راح اقدر انطي قوه زينه، راح اقمز بهالضيق هذا هم انا لا. فنوعا ما تقريبا الانسان يعرف هاي فتحه الرجل هي الامثل اللي اقدر انطي اقوى اداء من رجلي. فخليها ببالك، وتذكر بما انه هو نصه سكوات اذا الرجل مالتي ما راح تكون عدله، راح تفتر للخارج، واحدة على ساعة واحدة مثل ما قلنا، واحدة على ساعة 11. اوكي؟ هذا راح يحمي ركبتي، راح يشغل عضلة الورك مالتي. فهذا خلينا نقول الوقفة مالتك. وتذكر دائما تبدي من جوا. راح نشوف ايش قد القرب والبعد من البار مالتك. لازم البار يكون نصف القدم، فالبار يكون على نص المشط مالتك، واللي هو هنا. اخذ راحتك بكل حركه تسويها. فاني اول مره ابدي دائما قلنا نبدي من جوه،
فاخذ راحتي، لان هذا تمرين قوه بدنيه، احتاج اكون اني انه مرتاح حتى اقدر اشيل الوزن. فاخذت الارض مال رجلي، دخلت رجلي يكون نص القدم، البار يكون على نص القدم. اذا ثبتت هاي ثبتت، بعد من تجي تلزم البار ماكو بعد ابدي اعدل برجلي، لان هذا الشيء هو راح يبدي يخلي بتركيزك، فما احتاجه. فاخذ راحتك، حطيته هنا مو مشكله، بس ها هي ابقى عليها بعد. نجي هسه اروح على لزمه البار مالتك. من راح اروح الزم البار، اول شيء العرض ايدي راح يكون مجرد خارج الساق مالتي، خارج رجلي، مو هنا مو هنا مو هنا، خارج. بس اتذكر انه تقيس حتى يكون متوازي. من راح الزم البار ما لزمه هيك ابد، لا تلزم هيك، قول لك لزمه زينه. تذكر انه حتى اشيل اوزان عاليه راح تعتمد على قوه القبضه مالتي، فلزمه البار كل قوتك. هاي بعد ما يفلت مني. هسه عاد ظهري، حاليا اني ظهري ما يهمني، ليش انت داري الزم لزمه زينه. سنجي على تعديله الظهر. الظهر مالتي لازم يكون عدل، بحيث اذا خليت هاي العود على ظهري احتاج ثلاث نقاط الطخ، واللي هي من هنا احتاج ثلاث نقاط. الراس واحد، يعني الراس مين ان شاء الله ينزل، راس واحد، الظهر الاعلى واحد، والظهر الاسفل واحد. هاي ثلاث نقاط. فلازم هاي الوضعيه مال ظهري احافظ عليها طول الحركه مال الديد ليفت. تمام؟ اذا الراس انشال صارت نقطتين، اذا الظهر تقوس صارت نقطه. فالكل يسوي خلل بالظهر مالتك ويسوي ضعف بالظهر مالتك. فتذكر انه الظهر لازم يكون عدل. نجي وضعيه جسمي، احتاجها بحيث تكون الكتف مالتي اعلى من الورك، والورك يكون اعلى من الركبه. ليش؟ لانه اذا صار الورك بعرض الكتف، يعني بمستوى الكتف، بعد ما عندي دفع بالرجل، رجلي خلصت، وهذا راح يخلي ظهر ضغط على ظهري. واذا كان الركبه ويا الورك راح يكون تقريبا كانما سكوات، ما راح استفاد. فلازم اكون بالوسط، يعني الركبه تكون انصى من الورك، الورك يكون انصى من الظهر. بهالحاله راح اقدر استعمل وركي او رجلي، استعمل وياها ظهري. الرجل تكون اول وحده، بعدين اروح على القبضه، بعدين انزل الورك بحيث يكون الركبه انصى من الورك، والورك انصى من الكتف، ظهري عدل. هنا انا عاد راح اشغل دفاتي. شو راح اسوي بيها؟ احتاج، بما ان احنا قلنا لازم التمرين يكون جسمك كليته قطعه واحده حتى ماكو اي خلل بالسلسله مال جسمك، فراح اسوي شنو؟ راح اطبق اكتافي لورا وانزلها، فصارت بدتي قفلت. بعد ها هي صار جسمي قطعه واحده. ذكر تطبق اكتافك تنزلها، اوكي؟ فمن انت على البار معدل ظهرك، اطبق اكتافي وانزلها، اوكي؟ هسه ظهري صار اقوى، بس بعده مو قوي حتى اقدر اشيل اوزان عاليه. اكو اخر شغله عاد حتى يثبت كل شيء، حتى الوضعيه مال جسمي تكون صلبه كلش، تكون بعد خلينا نقول نضرب هش بنته، راح اسحب على البار بدون ما اشيله، اوكي؟ فمن هنا رجلي صارها صفح، قبضه نزلت، ظهري عدل، اطبق اكتافي انزلها. هسه ايش راح اسوي؟ حسب على الباب بدون ما اشيله. شوف هنا انا صحيح ظهري عدل وجسمي عدل، بس بعده مو قوي. هاي اقوى شيء. بعد ما عندي شيء. اوكي؟ وراها عاد راح تصير السحبه. واخيرا راح نشيل البار. شو راح اشيله؟ هنا أنا اي سحب ماكو، هنا أنا شو اتفقنا يكون دفع 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 بالرجل، دفع دفع دفع، بنوصل هنا بعد ما عندي دفع برجلي، شو راح اسوي عاد؟ راح اسحب البار. اوكي؟ بس ذكر انه السحبه من اني هنا صار احنا نلقع، قلنا دفع 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 دفع، وصلت هنا انا بعد ما عندي دفع، شو راح اسوي؟ راح ابدي اسحب، ما اسحب لي فوق، شو راح يصير؟ مثلثات، وهذا ما اريده. شو راح اسوي؟ راح ارجع البار لي ورا. فمن هنا مدى اسحب هيك ارجع لي ورا. اوكي؟ من هنا شوف، من وصل البار هنا تقريبا ماكو حركه بالبار. ماكو اي حركه بالبار، كانه علو. اوكي؟ فهاي وصلت هنا هسه اعكس الموضوع. ظهر يلا رجل، يعني ايش راح اسوي؟ ما انزل هيك، اتفقنا مثل السكواد قلنا شو نسوي؟ رجع الورك لي ورا. فمن هنا رجع الورك لي ورا. شوف مجرد بس يعني شفتت الوزن اللي قدام، وزني يريد يسحبني هيك، قلنا لازم الظهر عدل. من شفت الوزن اللي قدام بدا يجرني. بس ايش اسوي؟ ظهر 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 ظهر، من وصلت الركبه شخص مثلي
طويل. اذا انزل بعد بالظهر طوس وركي مرتفع غلط. يعني شلون من وصل هنا من نزلت ظهر وصلت هنا اغرق كليتي برجلي. واخيرا هذا هو الديدليفت. هسه نجي شباب على بعض المصطلحات بالديدليفت اللي هي اول شغله اللزمه مال ايدك. لازمه عندنا لازمتين، هاي لازمه وعندي هاي لازمه. هاي مو اختلاف ديدليفت. هواي عالم تقول عندي ديدليفت مقلوب، لا هاي اختلاف قبضه. شنو الفرق بيناتهم؟ من لازم البار هيج ناني لازم البار هنا ممكن هاي القبضه ضعيفه فممكن البار يفلت تمام، لانه تعتمد على قوه القبضه مالتي. بينما انه فر ايدي هيج بعد البار ما يفلت، فنسميها ميكس جريب بانه قفل بعد البار بعد ما يفلت ابد من ايدك الا اذا تمساعد اوزان حيل عالي. فدائما انصحك بانه السيتات الاولى الزم هاي، لانه هاي اللزمه راح تقوي الساعد مالتك، راح تقوي القبضه مالتك. من تبدي تسعد السيتات الاوزان العاليه ابدي اقلب ايدك. دائما الايد اللي انت يعني اذا تجين شخص يمناوي اقلب اليمنى. بس انصحك بين سيت يعني بين سيت وسيت غير مره هيج مره هيج. هذا واحد. شغله ثانيه مصطلح بانه القفله مالتي او اللوك اوت مالتي، بانه من ناني سحبت البار من ناني هنا سحبت البار ما اسعد بس هيج، لا هاي ناني هنا اقفله البار هوب قفله. ليش؟ حتى الظهر اول شيء يستفاد. بس لو كان شو اسوي؟ دا اقلص عضله الورك مالتي من ناني هنا شو اسوي؟ ما اسعد بس هيج تعدل اسعد اقفلها. لا تروح زايد، هاي تبدا العمود الفقري. مجرد من انت هنا اقفلها شويه، فدائما هاي القفله شويه اهتم بيها. تكون عندي كم دفعه بالديد ليفت راح تكون عندي ثلاث اختيارات، يا اما طبعا بالمناسبه لازم تطخ الوزن بالقاع لازم، يا اما اصعد واظل اطخه واكمل اطخه واكمل، يا اما ناني هنا سحبته وارجع اطخه بس اوقف محافظ على وضعيتي يعني. بس مجرد انه اريد اوقف حتى استعيد فتشي، ممكن يكون تركيز ممكن يكون نفس، فهذا اختيار ثاني بانه انا اطخه وارجع اصعد. او من انزله اهد كل شيء ارجع مره اللوخ احضر نفسي قوي دماغي اخذ نفس مره اللوخ. بس من تسحب ما اريدك بهاي الوضعيه الغلط، اريدك ترجع تعدل كل شيء ترجع. هاي ثلاث خيارات ممكن تسويها. هسه خلينا نروح على كم خطا شائع بعض اللاعبين يسووه بالديد ليفت. راح نعطي خمس اخطاء شائعه حيل دائما نشوفها بالديد ليفت. اول خطا ويانا هو الدفعات. اشوف هوايه انه العالم تاخذ دفعات هوايه. مثل ما قلنا هذا التمرين هو قوه بدنيه، يعني خمس دفعات اقصى شيء ما يصير تصعد اكثر. ليش؟ لانه هو تمرين قوه بدنيه. ثاني شغله فمن انا ابقى من واحد الست دفعات انا دائما اتمرن قوه وهذا اللي اريده. من يبدي الجسم يعبر عن خمس ست دفعات تبدي قوة جسمك تنزل، وهذا راح يتحف الغرض والهدف اصلا من هذا التمرين. فشوف هواية 4x20 4x12 لا ابد لا تاخذ بيه دفعات هواية، الا اذا مثلا اريد اشوف شخص اغتر بالوزن قام يصعد اوزان وينسى الحركة مالته ابدي اجبره اصعد للدفعات، او اشوف مثلا شخص ظهره شوي ما يتطور او التكنيك مالته اريد اضبطه اصعد له شوية دفعات، بس ابد ما اصعد عن 10 12 دفعة. فاول خطأ ويانا الدفعات الهواية. احسن احسن دفعات وسيتات للديد ليفت كبدايه 5x5 خمس سيتات على خمس دفعات، وذكر الراحه بين السيتات وخذ ايش قد ما تريد. اوكي الخطا الثاني وياي بانه الورك يكون عالي، يبدي بدايه صحيحه كل شيء عنده صحيح يسحب البار ومن ينزل من وصل هنا يبقي الورك عالي ورك عالي بعد ويرجع يسحب من يسحب مرة الأخرى بعد ماكو دفع بالرجل يبدأ منه ظهر، وهذا أول شغلة راح يحط ضغط على الظهر مالتك. ثاني شغلة أنت دا تلغي نص الديدليف، يعني جزء كامل من الديدليف دا تلغيه. فتخيل لو تستخدم وركك تستخدم رجلك شو قد ممكن بعد تشيل وزن. فلا تنسى الورك مو هنا، الورك ينزل من سحبته ونزلت وصلت هنا عبر الركبة لا تكمل بظهرك اغرق بيك كليتك انت تنزل. هذا الخطا الثاني. الخطا الثالث بانه احنا مو قلنا لازم تسحب على البار بدون ما تشيله. الخطا الثالث بانه هو يسحب على البار. يعني شلون؟ يعني من هو هنا معدل يريد يسوي هيك ويرجع
وهذا ايش يسوي؟ يخلي ضغط على ظهره حيل، تجر انت بظهرك وفي نفس الوقت البايسبس مالتك، واللي هو يوديني للخطا الرابع بانه الايد تكون مثنيه. دائما ايد عدله، لان اي كسره خلى ضغط وين؟ على البايسبس، والبايسبس ما بياخذ تشيل 100 و200 بالديد ليفت، جسمك كله تشيل ايه. فتذكر ايديناتك تكون شنقار، مجرد شنقار، لازم الايد تكون عدله. وهذا شوف عالم هيك يسحب البايسبس، لا ذبه هده، ايده تكون عدله. اوكي؟ ايد مجرد شنقار، لا تسوي هيك، خصوصا بالنزله شوف ايش تسوي. لا ايدك عدله 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 عدله. اوكي؟ الخطا الخامس بانه انت ما تشغل لا الكور مالتك او عضلات بطنك، ولا تشغل العضله الخلفيه مالتك. يعني شلون؟ يعني من هو هنا لزم البار وصعد، راح يصعد بهاي الطريقه. بهاي الطريقه، واحنا قلنا ما نريد هاي، شو نريد؟ نريد هاي. فشنو الفكره من هاي؟ بانه من هنا مسوي هيك صار الضغط هنا، والورا ما مشتغل ابد. هو لازم شغل هذا، لانه اصلا بالتمرين هذا والرجل والظهر بس كدرجه اساس هو العضله الخلفيه مالتك. فلا تسوي هيك، لان هذا تحط حتى ضغط على العمود الفقري من جوا. فشغل العضله الخلفيه مالتك احصرها، وبنفس الوقت ما مسوي هاي لانه بطني ما مشتغله هسه. فشو تسوي من انت هنا؟ اخل بطنك، ما مقلص بس مجرد تشغل الكور مالتك. من هنا اسوي هيك، فالشيله مالتك راح تكون من ناني هنا، ما راح اصعد هيك، راح اشغل الورك بنفس الوقت الكور مالتي. فبهاي الطريقه وهذا هو الديد ليفت. هسه شباب هذا كان هو الديد ليفت، وعرفنا الحركه الصحيحه له وفسخناها وحده وحده حركه حركه. بس تبقى السوالف اللي حكيتها هي قواعد عامه، مجرد تخليك تاخذه بطريقه امنه وتصعد بي اوزان. قاعد انه اكو سوالف بسيطه تعتمد على تركيبه جسمنا، مثل ما قلت تعتمد على طول الذراع، طول الجذع، طول الرجل. ابدي عاد مثلا اعرض برجلي، ايدي اما اعرضها واضيقها. فهي سوالف تعتمد على انت كشخص، فيفضل يكون واحد عليك دا يراقبك، يشوف الديد ليفت مالتك، يشرف عليه. وبنفس الوقت من الممارسه مالتك راح تبدي تحرك سوالف صغيره. فهذا اللي كان عندي بهالفيديو اللي هو الديد ليفت. تمرن تمرين كلش انصح به، تمرين هو تمرين مفضل لانه قلب جسمي. فعلى العموم تابعوني ان شاء الله بالفيديو الجاي.